لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كل العصل ومن يومنا رجالة في كل الأزمات، احنا القومية العربية ده المصر في كل الأحوال. محمد عبد اللطيف نائب مدير برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، الممول من مؤسسة التنمية الدولية الكندية، تمويل كندي مع بالتعاون مع مؤسسة المحلية. طبعا انا بدايه بحب ارحب بحضراتكم في اليوم النهارده، وطبعا مشكور على طول في الجو ده طبعا والفايز ده، بس احنا يعني الحمد لله قدرنا ايه يعني الاسبوع ده الحراره خف شويه من السنه اللي فاتت، فعشان كده قلنا ايه نعمله يعني احسن من الاسبوعين اللي فاتوا. طبعا برحب بحضراتكم مره ثانيه في البرنامج او اليوم الخاص باللجنه الاستشاريه اللي هتناقش فيه بعض الاعمال الزراعيه الخاصه بالمنتجات الخاصه في محافظه اسوان، تحديدا في المحاصيل الخاصه بسلاسه القيمه اللي هي تحديدا النهارده هيبقى البلح، وهنعرض لحضراتكم تجربه من اهم التجارب الخاصه بانتاج دبس البلح بالتعاون مع احد الجمعيات الاهليه هي مؤسسه سما من خلال التمويل من المشروع تنميه مهارات شباب اسوان. طبعا بدايه بحب طبعا ارحب بحضراتكم، ويمكن ارحب تحديدا بجميع الجهات الشريكه سواء جهات داعمه للمشروع او شركاء او استشاريين او خبراء سواء من كليه الزراعه او من اي جهات اخرى. بخص طبعا بالذكر فيهم طبعا كليه الزراعه تحديدا جامعه اسوان، برحب طبعا بمديريه الزراعه ومديريه التربيه والتعليم تحديدا التعليم الفني. برحب برضو بالصندوق الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، الاتحاد الاقليمي، المرصد الاقليمي لسوق العمل، وبرحب برضو بالهيئات الدولية الشريكة اللي هي ليها برضو دور معانا وفي نفس الوقت بتنهج نفس النهج في العمل مع الجمعيات الاهلية زي الجي اي زاد. وبرحب طبعا بقى بالنخبة اللي هم هيقوموا عليهم هذا اليوم من حيث الخبرات ومن حيث ان هم هيمدونا بكل المعلومات والمحدثات الخاصه في الفاليو تشين او سلاسه القيمه الخاصه بالمحاصيل الزراعيه في اسوان، ونخص طبعا بيهم في البدايه الدكتور عسوس الاستاذ الدكتور بمعهد البحوث الزراعيه تحديدا معهد بحوث النخيل. برضه معانا الدكتور نوبي جامعه اسوان كليه الزراعه، ومعنا طبعا الاستشاري اللي هيدينا بقى يكلمنا بصفه عامه عن الاعمال الزراعيه وايه هي البوتنشال اجري بزنس في اسوان، الاستاذ بهاء دكتور بهاء اسماعيل، واحد طبعا من الاستشاريين الخبراء في هذا المجال بقى. طبعا بنرحب بالجمعيه بقى الرائده او الجمعيه اللي هي خدت على عاتقها ان هي تجرب هذا المنتج او بمعنى صح تعرف المنتج ده بمحافظه اسوان، وطبعا قد يكون معروف لدى البعض او بعض الناس هم بهذا، انما يمكن على مستوى الجمعيه الاهليه دي يمكن اول مره او اول تجربه في اسوان الجمعيه الاهليه تقوم بانتاج دبس البلح تحديدا اللي هي جمعيه سما لتنميه المجتمع، وطبعا هنتعرف على التجربه بتاعتهم بالتفصيل. طبعا برحب طبعا زملائي وزملائي طبعا الزملاء في المؤسسه المحليه، وان شاء الله نقضي مع بعض النهارده يوم ممتاز، ونحاول نطلع باستفاده من هذا اليوم، لان فعلا الهدف من الموضوع ده ان احنا نحاول ازاي نقدر نعظم الاستفاده من المنتجات بتاعت اسوان ويبقى في قيمه مضافه للمنتج، لان احنا مشكلتنا في اسوان ان احنا بنوزع وبنسوق المنتج بتاعنا كما هو بيطلع من الارض ل التجار او السوق مباشره، انما لو احنا ضفنا له بعض القيمه المضافه وبعض الاعمال الزراعيه اللي هي ممكن يبقى بنفتح فيها مجال للعمل للشباب وتحديدا للسيدات، لان معظم الاعمال الزراعيه بالذات الاسره بس او بعد المعاملات بعد الحصاد دي هذه تجذب اكبر قدر ممكن من الجمال من السيدات. يعني ان شاء الله هنتعرف النهارده على اوجه التعاون وأوجه الاستفادة من المعاملات بعد الحصاد في المحاصيل الخاصة بالفاليو تشين في محافظة أسوان.
شكرا لحضوركم مره ثانيه، وان شاء الله نبتدي اليوم بتاعنا النهارده. هنبتدي طبعا الاستاذه عزه هتستعرض معانا الجدول الزمني بتاع اليوم، وان شاء الله باذن الله يبقى اليوم مسلم. حابة ان انا ارحب بكم، انا عزة ماما مدير التعليم الفني والتدريب المهني لمؤسسة ام حبيبة. يمكن الفكرة السريعة اللي ادها لنا باشمهندس محمد عن الجلسة بتاعتنا دي، انا حابة بس ازود عليها حاجة. احنا يمكن الفكر ان مشروع تنمية شباب مهارات شباب اسوان ده هو الهدف منه حاجات كتيرة. يمكن احنا النهاردة بنختص بس الجزء اللي هو معاملات ما بعد الحصاد او الانتاج الزراعي، واحنا شرفنا طبعا ان احنا نبقى مديريه الزراعه موجوده معانا، تعليم فني موجود معانا، الجامعه، كل الجهات الشريكه حتى الجامعات الاهليه موجوده معانا، جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومكانه الصغر، كل الناس اللي ليها قرارات في الموضوعات. الهدف اصلا ان احنا ننشر الفكر. احنا من ايا كانت الامكانيات الموجوده عندنا، هي امكانيات محدوده مرتبطه بفتره زمنيه معينه، لكن احنا حابين ان احنا نلقي الضوء عليها بشكل كبير. وهيتعاون معنا النهارده ان شاء الله في جامعه اسوان دكتور رضا، دكتور هشام، هيعرضوا لنا جلسه مهمه قوي على الانتاج الزراعي اللي ممكن تنفيذه في اسوان. هيبقى معانا دكتور هوبي، دكتور مصطفى هيستعرضوا الفكر بتاع لبس البلح، وطبعا ده اللي بيتمشى مع سياسه الدوله الحاليه ان احنا نقلل شويه من استهلاك الميه. فيمكن كلنا بنحب العسل الاسود، فده بديل مناسب لقصب السكر والاستهلاك العالي بتاع الميه. حاجه تانية بعد كده احنا يمكن حبينا ان احنا نلقي الضوء عليها، يمكن معانا شرفنا باشمهندس بهاء اسماعيل، وهو كان قائم بدراسه بنعملها برضو تبع المؤسسه، ازاي ان احنا نعظم دور المراه في سلاسل القيمه وفرص العمل الموجوده فيها. يمكن احنا عندنا برضو تجربه تانية، كان لنا جلسه السنه اللي فاتت اتكلمنا عنها، وهي ازاي احنا نعمل تجفيف الطماطم سواء للتصدير او للانتاج المحلي. كل الحاجات دي هتم استعراضها النهارده. ممكن استاذ عاطف معلش استاذنك لو الاجنده بقدر الامكان هي زي ما بيقولوا حاجه صغيره وسريعه. اول حاجه هنستعرض المبادره بتاعه انتاج لبس البلح اللي احنا عملناها، وشرفنا في الجلسه دي ان شاء الله الدكتور مصطفى عصوص والدكتور نوبي مع الجمعيه، طبعا جمعيه سبع لتنميه المجتمع. في بعدها هنبقى مستقبل الاعمال الزراعيه والانتاج الزراعي عن طريق جامعه اسوان دكتور رضا ودكتور هشام، وبعدين هيليها باشمهندس بهاء. ما بين كل جلسه والثانيه هيبقى لو حضراتكم عندكم اي اسئله او اي استفسارات، القائم بالجلسه دي او وانا معاه برضه هنبقى موجودين ومتاحين لحضراتكم. نهدف ونامل ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نوصل الرساله ان في حاجات ممكن تنفذ في اسوان توفر فرص عمل للشباب وللسيدات، ويبقى شكل جديد وانتاج جديد لينا. ما ننتهيش بس زي ما قال الباشمهندس محمد على فكره ان احنا بنبيع المنتج الزراعي طازج، لا كمان ممكن نعمل عمليات تصنيع. وهنبدا دلوقتي نقول نبدا البرزنتيشن في الاول. دكتور نوبي، السلام عليكم ورحمه الله. انا اسمي نوبي حفني، كليه زراعه جامعه اسوان، كليه زراعه ومواد طبيعيه جامعه اسوان. اولا طبعا برحب بحضراتكم وبشكر مؤسسه ام حبيبه على الدعوه الكريمه. هو انا حد لحضراتكم فكره يعني بسيطه جدا وسريعه على الموضوع بتاع لبس البلح، وجات الفكره منين يعني؟ لانه تقريبا احنا الموضوع ده يمكن لو الباشمهندس رضا والاستاذ مهاب يفتكروا ان الموضوع تم يعني مناقشته في جلسه زي الجلسه اللي احنا فيها النهارده من حوالي سنه. هو الفكره طبعا حضراتكم يمكن طبعا عندنا مديريه، صحيح معانا مديريه الزراعه، ولكن المعلومات اللي انا هقولها لحضراتكم دي للاسف الشديد بتغيب عن كثيرين يعني في القطاع الزراعي. انه في الاول طبعا حضراتكم عارفين ان مصر تعتبر الدوله الاولى على مستوى العالم في انتاج الدموم، وانتاجنا على اخر احصائيه تقريبا كان 1,570,000 طن، ولكن على الرغم من ان احنا رقم واحد على مستوى العالم، ودي معلومه على فكره للاسف الشديد المشتغلين في المجال الزراعي ما يعرفوهاش. يعني احنا لما كنا بنسال مين اول دوله على مستوى العالم في انتاج الدموم، يعني اغلب اخر تقريبا اخر اجابه تكون هي مصر، يعني العراق، السعوديه، تونس، مش عارف ايه، محدش بيجي في باله ابدا ان احنا رقم واحد على مستوى العالم. الحاجة الثانية بقى لو هنفرص الصعيد، تعتبر أسوان يعني من المحافظات رقم 2، هي يعني المحافظة رقم 2 في إنتاج التمور، ولكن للأسف الشديد
انا يعني من خلال دراسات كتير جدا اتعملت قبل كده، على الرغم ان اسوان يعني فيها تقريبا تقترب من 2 مليون نخله، الا انه القطاع النخيل في اسوان لا يمت بصله باي يعني باي نسبه من النسب للاقتصاد الزراعي في اسوان او الاقتصاد المحلي في اسوان. للاسف الشديد ليه مشاكل كبيره جدا، يعني احنا يعني ان شاء الله هتم عرضها من خلال المناقشات المفتوحه. الموضوع بتاع الدبس بقى ان احنا يمكن من خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال بقى يعني الحلقات النقاشيه احنا وصلنا انه طبعا تقريبا نسبه الفقد في البلح في اسوان يمكن تصل، وانا متفائل يعني وانا متفائل بالنسبه ويعني تقريبا من 35 ل 40%. وعندنا مشاكل كتير جدا، اهم مشكله موجوده في القطاع الزراعي في اسوان في قطاع البلح انه معظم الاصناف بتاعتنا اصناف جافه. وعلى الرغم ان المعلومه دي الحقيقه مش صحيحه يعني، لانه لما احنا جينا نختبر الاصناف الموجوده في اسوان لو بنختبر لما اختبرنا تقريبا 100 صنف فيها اكتر من 50% من الاصناف دي هي اصناف نصف جافه وليست جافه، وفيها نسبه لا تقل من 10-15% هي اصناف رطبه. ولكن ايه اللي بيتم في اسوان؟ احنا بنجفف كل ما هو بلح، يعني كل ما هو بلح على النخل احنا بنجففه، سواء كان ينفع للتجفيف او ينفع تجفيفه او ما ينفعش احنا بنجفف كل ما هو بلح للاسف. لكن هل احنا نحاول اشتغلنا على القيمه المضافه في البلح؟ ده ما حصلش. ويمكن تجربه سما او تجربه ام حبيبه مع مؤسسه سما تعتبر تجربه فريده زي ما تفضل المهندس محمد عبد اللطيف على نطاق الجامعات الاهليه. في تجارب سابقه ولكن ما اكتملتش الحقيقه، لكن دي تعتبر تجربه حقيقيه موجوده على ارض الواقع ان شاء الله تكون يعني مثال يحتذى بيه. فدي تعتبر اول تجربه حقيقيه على مستوى الجامعات او على مستوى مجال التنميه في قطاع التمور لها علاقه بالقيمه المضافه. طبعا يمكن حضراتكم من المشاكل طبعا اللي هي في قطاع التمور اللي هو قطاع ما بعد الحصاد وما بعد الحصاد. يمكن هقول لحضراتكم معلومه، تقريبا اسوان هي البقعه الوحيده في الكره الارضيه اللي لسه مقتنعين ان البلح عشان يجف لازم يتنشر على الرمل. البقعه الوحيده على مستوى العالم تقريبا. فطبعا كانت المشاكل في اللي هي لها علاقه بالحصاد وما بعد الحصاد وهي مشاكل التجفيف عموما ومشاكل الفاقد اللي هي وصلت بالفعل ل 35%، وانا متفائل هي اكتر من كده الحقيقه. ودي في يعني على بدراسه كتير من القرى، يمكن احنا درسنا اكتر من 60-70 قريه لقينا الكلام ده موجود، وفي قرى كان وصل فيها 70% للاسف. فجت فكره الدبس بقى ان احنا الحقيقه من خلال التجربه مع الدكتور مصطفى عسوس وهو واحد من الشخصيات المحترمه في هذا المجال، يعني احنا اكتشفنا خصائص كتير جدا في هذا المنتج الاسواني اللي هو هيعرضها طبعا على حضراتكم بنفسه، يعني وهيعرض لحضراتكم التجربه بالفعل، لان احنا يعني قضينا فتره كبيره بنشتغل على هذا الموضوع. ده في عينات اهي، في عينات بتتوزع على الترابيزات برضه حضراتكم، يعني كنا نتمنى يكون في ايفالويشن تيست شيت كده عشان نطيب فيها يا فندم. ما هو دي ان شاء الله بعد ما نخلص، بس دي هتبقى بفلوس، لكن العينه دي مجانا يعني عشان الاقتصاد كده يعني كوست وايز. كوست وايز، فاحنا العينه دي مجانيه بس العرض بره ممكن يكون بفلوس يعني. فالدكتور مصطفى هيعرض لحضراتكم بالتفصيل التجربه عامله ازاي، ولكن الحمد لله كانت النتائج الاوليه بالتحاليل اللي اتعملت هي يعني مقارنه بالمنتجات التجاريه او الاسماء التجاريه اللي موجوده في السوق، لا هي الحمد لله كانت النتيجه الحمد لله مرضيه جدا بآراء الخبراء. اخر نصيحه بقى لمؤسسه سما ومؤسسه ام حبيبه ان كان ليه حق النصيحه يعني، هي استغلال الحموله التاريخيه لمحافظه اسوان، لانه احنا عندنا حموله تاريخيه كبيره جدا. احنا يعني اتمنى ان يكون الاسم بتاع المنتج بتاعنا هو مش دبس بلح، لا احنا نتمنى ان يكون يحمل طابع الاسواني او يحمل طابع تاريخي لمحافظه اسوان. انا مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، وهسيب استاذنا الدكتور مصطفى عسوس يعرض بقى البرزنتيشن ويعرض التجربه اللي اتعملت، وللعلم احنا كنا والله بنشتغل اكتر من 18 ساعه في اليوم عشان المنتج اللي قدام حضراتكم ده يطلع بهذا الشكل.